من الحاجات اللي حبيتها في الفيلم وجود كمية من الجنسيات غريبة. فيه ماهر عامل مزيج غريب، يعني من مصر، من لبنان، من بريطانيا، وفي شخص من ألمانيا، من العراق، من البحرين، من الإمارات. عامل وحدة عربية في فيلمه الأول، فالحلو إنه أعتقد إن ده شيء هيساعد على إنه الفيلم يدخل لجميع الدول العربية. و بجد العمل ككل عمل لذيذ متعوب فيه بجد، يعني اشتغلنا فيه بإحساسنا كله، بضميرنا كله، وكل الناس بصراحة اللي اشتغلت في العمل ده تعبت، محدش كان مستهون بالعمل، كلهم كانوا مؤمنين بموهبة ماهر جدا، والكل قدر يقدم الشيء المطلوب منه وأحسن. وأنا فوجئت بأداء كتير من الفنانين والزملاء اللي في أثناء العمل، يعني منى عبد الله أستاذة وفنانة بجد، سعيد قوي إن أنا اشتغلت معاها قوي، وأتمنى لها بجد النجاح. فرح الشريف فاجأتني في مشاهد كتير جدا، ما كنتش أتوقع إن هي هتقدر تعملها بالأداء ده، وخاصة بعض المشاهد اللي هي فيها تحول الكاركتر في نفس المشهد من غير ما تطلب كات من الكاميرا. محمد رشدي أول وقوف ليه للكاميرا كان جريء جدا، وده من أهم مميزات الواحد عشان يقف قدام الكاميرا. مهند كمان عمل دور مختلف عن شخصيته خالص، فمش عايز أنسى حد، بس حقيقي كم هائل من الوجوه الشابة اللي كلهم أول وقوف ليهم قدام الكاميرا، وكلهم كل واحد قدم الدور بشكل جميل، فمن كل قلبي بتمنى لهم كلهم التوفيق. أصوات، جن، أي شيء يصير في البيت اعتبريه طبيعي. شو ما يصير طيب من حول يصلي لك شركتين؟ شو ما يجي هذا يصير يصير أحسن لك؟ يا فارس الكتب والأوراق الموجودة قدامك هاي كلها تعاويذ ولعب شياطين. بنتي كفرت، بنتي ما عاد تنفس حق الشيطان. هي عم بعطيهم أنا أحلى الحل كله حلو. أنا مش هحسب الدور بالمدة اللي أنا هظهر فيها. أنا دخلت عمل، قدمت الدور وسعيد بيه جدا وفخور إن أنا شاركت فيه. سواء مشاهدي قلت أو مشاهدي زادت أو في حد مشاهده زادت، ده مش هيكون سبب إنه يحصل خلاف، لأنه أحيانا المخرج بيلاقي حاجة أثناء العمل لصالح العمل نفسه فبيعملها، فمادام لصالح العمل مش مفروض إن هي تضايقني أو تزعلني. فلا، ما كنت زعلان. في بعض المشاهد اتحذفت ما ضايقتنيش، لانه حتى انا كانت من وجهة نظري انه حذف هذه المشاهد كانت لمصلحة العمل. كان مفروض ان انا عندي دورين في الفيلم، بس اتحذف دور كان مفروض ان انا هو ماهر كاتب السكريبت على انه يبقى جزئين، فكان مفروض ان في تكملة للفيلم انا هظهر الشخصية التانية في اخر الفيلم. هو الدور راح لحد تاني. انا في الاول اتضايقت لانه ما كانش عندي فكرة يعني، بس بعديها ماهر كان هو عايز يخلص المشهد بسرعة، وانا كنت انا وقتها مشغول جدا بصراحة، فراح الدور لحد تاني، و ربنا يوفقه. أتمنى إنه يقدر يعمل الدور بالشكل اللي كمان ماهر عايزه، لأنه ماهر ما بيعجبهوش أي حاجة يعني، فطالما هو شايف فيه هيقدر يعمل الدور فبجد أتمنى إنه يقدر يعمل الدور زي ما ماهر متخيله، لأنه الدور اللي جاي أصعب بكتير من ده. كات، مثل ما أنت محب. 2 1 أكشن. مظبوط، احنا كان مفروض انه الفيلم يتعرض شهر فبراير، وصرحنا في اكتر من لقاء اعلامي صحفي، بس التأجيل ما كانش بايدينا. التأجيل الاول كان بسبب ظروف الفنانة منى عبد الله، وظروف خاصة جدا ادت ان احنا وقفنا التصوير لفترة معينة مراعاة للي حصل، وبعديها لما رجعنا كان باقي مشاهد بسيطة جدا. بعد تخليص المشاهد تقدم الفيلم عشان ناخد عليه موافقة لاستوديوهات دبي عشان يطرح على السينمات. مش عايز ادخل في تفاصيل، لكن التأخير برضو كان لتاني مرة مش مننا، كان بسبب عدم حصولنا على الموافقة، وحاليا بنسعى على انه الفيلم يتعرض في مهرجان دبي السينمائي.
فبقول قدر الله ما شاء فعله، كل تأخيره فيه خيره، ويا رب التأخير ده كله يكون لصالحنا احنا يعني. يا أيتها الإنفاق الصامت، اجعلي من نفسي نفس الدين. ده كلام مظبوط. انا مش من هواة افلام الرعب، بحبها اكيد وبحضرها، بس انا بميل اكتر للافلام الدرامية. بحب الافلام اللي دايما فيها رسالة انسانية او قضية جديدة. بس كمان الغرفة 5 فيلم رعب، بس كمان في رسالة، يعني هو مش رعب وبس، في رسالة مهمة جدا في الفيلم. ودوري مش دور، يعني أنا دوري بمثل دور الأب اللي خليني أقول الساذج، اللي هو الأب اللي ما بيهتمش قوي ولاده بيقرأوا ايه، بيشوفوا ايه، بيلعبوا ايه، بيتابعوا ايه، سايب الدنيا كده يعني. هو شايف انه مسؤوليته يصرف ويكبر وخلاص، ما المسؤولية الباقية كلها على الأم. ف جرأة بس فرصة، وأتمنى إن هي تنجح يعني. شو كنت بيني أسوي؟ نشر روحي ونصير عند هاتش في البحرين؟ أنا كم مرة قايل لك إن أنا يوم شفت هالبيت انبهرت بمساحته وسعره، أي واحد مكان كان بياخذه. أنت ما في شيء في هالبيت عجبك، من ما جينا هالبيت وأنت خايفة، من شو ما أدري؟ موقف كوميدي، لما بقى أنا بصور فيلم رعب في فيلا رعب في حتة مهجورة، وماهر حبيبي يعني اكون انا مخلص المشهد، كنت مش عايز احرق بس كنت مبهدل ولازم اخد شاور قبل ما اطلع للناس يعني، ويطفو عليا النور في الطابق والميه تتقطع. فيعني صوتت على قد ما اقدر الحمد لله، وافتكر هم افتكروا انه الفيلا مسكونه تحت يعني، هم طفوا النور وطفوا لي الليله كلها، ونزلوا قعدوا تحت ياكلوا ويشربوا وانا علقت فوق، بس الحمد لله في حد طلع نور لي النور في الآخر يعني. شو شو أحيانا وبشكر لمسات برودكشن اللي هي كمان غطت تقريبا كل الأيام اللي كنا نصور فيها، كانت متواجدة معانا ومتابعة أخبارنا، وبقول لهم منتظرين الويب سايت بتاعكم اللي هو قريبا جدا هيتم افتتاحه، وأتمنى أكون أنا أول واحد ببارك وأقول لهم ألف مبروك. وعايز أشكر ماهر جدا لأنه إداني الفرصة وحط ثقته فيا ووقفني قدام الكاميرا. كمان عايز أشكر كل الناس اللي كانت بتشجعنا أثناء التصوير، وكل الناس اللي وقفت جنبينا، وعايز أحيي ماهر لأنه في كمية كبيرة من الناس كانت بتحاول تحبطه أثناء العمل، أو كان كل هدفها إنه العمل ده يتوقف، إلا إن هو استمر وما سمعش كلام حد وصور العمل، وقريبا جدا غصبا عن كل اللي اتكلموا العمل ده هينزل والناس هتشوفه إن شاء الله. الغرفة الخامسة. عويجة.